أوكي، إذا المشتقة الرابعة تمثل لي قيمة اللود مقسوما على العلاج. هذه عبارة عن differential equation، معادلة تفاضلية من الدرجة الرابعة، with Kronstadt coefficients، تحوي فقط على المشتقة. أما هذا الترم وكله كونستانت، فيمثل لي ال y particular، يعني الطرف الأيمن للمعادلة. وبالتالي حل ال y homogeneous أو حل هذه المعادلة التفاضلية، هو سبق ذكرنا عبارة عن y complete عبارة عن y homogeneous plus y particular، y h زائد y p. y h هنا فقط عندي إذا نحولها إلى algebraic form يصير m أس 4 يساوي صفر. فـ m أس 4 يساوي صفر بعد ما حولناها إلى algebraic form، نلاحظ أنه جذور هذه المعادلة الأربعة تساوي صفر، يعني جذر الأول صفر، m1 m2 m3 m4 يساوي صفر. فبالتالي حل هذه الحل المتجانس الـ y homogeneous مثل C1 في E2 power 0 زائد C2 في E2 power 0 زائد C3 في E2 power 0 زائد C4 E2 power 0. وسبق ذكرنا أنه المفروض الـ Y1 والـ Y2 والـ Y3 والـ Y4 ما يساوون أو ما يتشابهون، فلذلك نضيف X، X سكوير، X تكعيب. إذا صار عندنا الـ Y homogeneous هو C1 plus C2X plus C3X سكوير زائد C4X تكعيب. الواي بارتيكولار بما يعتمد على الطرف الايمن للمعادله، الطرف الايمن عباره عن كونستانت يعني اي، زين الاي موجود بالواي هوموجينوس اذا لازم اضيف له متغير اكس، والاكس ايضا موجود اذا اضيف له اكس سكوير، والاكس سكوير ايضا موجود لازم اضيف اكس تكعيب، والاكس تكعيب موجود اذا ما عندنا حل انه الا نضيف اي اكس اس 4. السبب حتى ما يتساوى او ما يشبه اي حل من حلول الواي هوموجينوس. إذن y particular هي a x أس 4. مشتقة مشتقة أولى، مشتقة ثانية، مشتقة ثالثة، مشتقة رابعة، ونعوض بالمعادلة التفاضلية. نعوض بالمعادلة التفاضلية لأن هو يحقق المعادلة التفاضلية. فيطلع عندنا ال a هو w نوت على 24 e i، إذن ال y particular هو w نوت على 24 e i في x أس 4. إذن ال y complete هو c1 وهو y homogeneous plus y particular. هذا الـ y particular وهذا كله الـ y homogeneous. يبقى عندنا c1 c2 c3 c4، حتى نوجدهن يجب أن نطبق الـ boundary condition. الـ boundary condition واضحة، at x equals 0 عندنا الـ y equals 0 deflection 0 MS net support، و at x equals 0 عندنا الـ y prime، الـ y prime اللي هو الميل أو الدوران، ده ما يصير عندنا دوران fixed، الدوران يقابل لي سلوب والسلوب يقابل لي المشتقة الأولى، هذا المشتقة الأولى تساوي صفر. هذا الكلام at x equals 0. at x equals l كذلك الديفليكشن اللي هو ال y أيضا equals 0، وأيضا السلوب أو السلوب أو الروتيشن equals 0. إذن y لل 0 يساوي 0، y عندما x يساوي 0 يساوي 0، و y prime عندما x يساوي 0 أيضا يساوي 0، وكذلك at x equals l أيضا ال y وال y prime يساوي 0. إذا نعوض هذه الـ boundary condition يمكن حساب c1 و c2 equal 0، ونعوض at x equal l و x equal l y equal 0 و y prime equal 0، نستخرج معادلتين علاقة بين c3 و c4، يطلع لنا c3 هذه قيمته و c4 هذه قيمته، وبالتالي نعوض قيمة c3 و c4 بمعادلة الـ y، و c1 و c2 0 حسب ما وجدناها من هذه الحالة. يطلع عندنا deflected shape أو معادلة المنحني الهطول، وعبارة عن W not L سكوير على 24 I X سكوير ناقص W not في L على 12 I X تكعيب زائد W not على 24 I في X 7، أو هذه معادلة الانحراف أو deflection. طبعا لحساب الديفليكشن في أي نقطة يمكن نعوض قيمة X بهذه المعادلة وحساب الـ Y. يعني عندما نفترض أنه المطلوب حساب الديفليكشن at x equal l over 2 بالمدسمال، نعوض بدل كل x l over 2 يمكن حساب الديفليكشن من خلال هذه المعادلة.